مهرجان كأس الدراما التلفزيونية في الدورة السادسة ديالو، أهم مكسب اللي حقه هو أنه انفتح على قنوات عربية في غاية الأهمية اللي هي مؤسسة أبو ظبي. من خلال هذا التلفزيون ديال المغرب كيمكننا أننا نصنعوا مجموعة ديال الأمور. شنو اللي يمكن نصنعه هو أننا نسوقوا الثقافة ديالنا، هو نعبروا على الطاقات الكامنة في وسط البلاد ديالنا، نعبروا على قيمتنا الاعتبارية، لأن كاين هناك مجموعة ديال البلدان اللي كتكون عندها واحد الصورة نمطية علينا حنايا، كل واحد باش من طريقة كيتهمنا. كاين اللي كيتهم مثلا المغرب، كيعتبر بأنه كيف غادي يجي المغرب غادي يلقى كاين الدعارة، كاين اللي غادي يلقى كاين السحارة، كاين اللي غادي يلقى، لأن هذه واحد كتسمى واحد النظرة اللي هي عبارة عن صور نمطية. التلفزيون ديالنا حنايا شنو كيمكن يعطي؟ كيمكن يعطي واحد المنتوج للآخر بمثابة واحد الثقافة بذور اللي من خلالها يمكن الصورة ديالنا حنا ترقى الآخرين، ترقى دول ديال العالم العربي، لأن حنا ما خصناش نعتقد بأننا حنايا معروفين ومفهومين بما فيه الكفاية عند العرب. يمكن نكونوا مفهومين فقط عند واحد النخبة معينة اللي كتسافر وكتجي وكتعرف قيمتنا الحضارية والأبعاد ديالنا حنايا الثقافية، ولكن راه الشعوب خصها تزيد تعرف على المغرب، وباش يمكن تزيد تعرف على المغرب خصها تعرف عليه من خلال التلفزيون. ولذلك كان واحد العمل اللي هو في غاية الأهمية عرضوه لنا الإماراتيين في الحفل ديال الافتتاح، اللي هو ثقافة الفونتازية. هذيك الثقافة ديال التبوريضة اللي عندنا كتبين بأن المغرب كيتوفر على واحد الجذور عريقة في المجال ديال الفروسية، بحيث الكثير من الناس كانوا كيعتقدوا بأن المغرب فهو الجذور ديالو مرتبطة أكثر بالغرب وبأوروبا، وكنتكلموا بفرنسية ما كنتكلموش بالعربية. إذا من خلال هذيك الطرق والطقوس والكيفيه اللي كنمارسوا بها هذه اللعبه الفانتازيه، بينت لبعض الناس اللي كانوا حاضرين اللي كيشوفوا فقط غير مثلا الجوانب الحديثه داخل المجتمع، كيعرفوا حقيقه ان المغرب عنده جذور تاريخيه في واحد مجموعه ديال الطقوس الثقافيه. وبالتالي فهاد المهرجان كيلعب هذا الدور ديال ديك ما يسمى ديك القوه الناعمه الدبلوماسية الثقافية، اللي بدونها ما غيمكنش نهائيا أننا نأسسوا علاقتنا مع الآخر وفق واحد المصالح مشتركة بالفكر وبالثقافة وبالإبداع وبالفن، وماشي فقط غير بالبحث على الأمور اللي هي عندها علاقة مع ما هو خبزي. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.